يا أولاد، تركيا بتنقسم لخمس مناطق مختلفة: منطقة مرمرة، منطقة إيجي، منطقة البحر الأبيض، ومنطقة الأناضول، ومنطقة البحر الأسود. لما فتت على المدرسة وتعرفت على أستاذنا بهداك الوقت، ما خطر لي إنه بيعرف عيلتي وهنن بيعرفوه كمان. عثمان! عثمان! نعم أستاذي؟ فهمت الدرس اللي أعطيتكم إياه ولا لا؟ فهمته كله أستاذي. طيب هات لأشوف تركيا لكم منطقة جغرافية بتنقسم؟ تنتين. لا. ثلاثة. غلط. أربعة. واقف على الحيط. أستاذنا كان مدير مدرسة متقاعد وإجا على مدرستنا كمدرس بديل، ومشان تكمل معي ما صار أستاذي. خلصت من أخوك، مبليت فيك أنت الثاني، هذا اللي كان ناقص. قال يعني مو عاجبه. طيب هلأ يا أولاد، في حدا بيعرف يجاوبني على هذا السؤال؟ أنا. ورجوني لشوف. روجين قومي جاوبي بنتي. تنقسم لخمس مناطق أستاذ: منطقة إيجي، منطقة البحر المتوسط، منطقة البحر الأسود. هاي البنت كنت بحبها من قلبي، بس هي ما بتعرف ولا مقدرة نار الحب يلي عم تشعل جواتي، لأنه كنا نحن اتنين مختلفين شوي. هي هادية وشاطرة وكتير مهتمة بدراستها أكتر من أي شي حواليها، والكل بيحبها، بس أنا كنت كسلان شوي لأني عم فكر فيها وما بهتم بدرسي، يعني ما كنت شاطر. لهيك الأستاذ بيعاقبني وبيوقفني على الحيط ويخجلني قدام حبيبتي. لهيك كنت أتمنى أني أعترض وما أرضى أوقف هالوقفة هي، وبالذات على رجل وحدة. بس شو كان طالع بإيدي غير أني أتحمل وأبلع الغصة اللي بحلقي وكابر شوي وأحبس الدمعة اللي بعيوني. وما أبكي قدامها أبداً لبين ما أطلع وأبكي بعيد عن عيونها. يا ولد عم يجعك شي؟ شو بدك مني؟ روحي من هون يا غليظة. يا ماما بتعرفي ما في حدا احسن مني بين لعبة بنوك؟ وزمانك مصدق اسألي مين ما بدك. يا اولاد هلا بتأذوا حالكم بهي الالعاب، لا بقى تلعبوا بهالحبله، صارت ممنوعه من اليوم ورايح. شو هاد؟ عثمان انت ليش قاعد هون؟ مو انت رفيقه لروجين؟ ايه ليش؟ هي كانت واقفه مع واحد بتحبه. عارف اللي قال له؟ لا، واحد تاني. مين؟ ما بدي اقول لك سر. يا كذاب، انت متجاكر كثير لانه هي ما بتحكي معك ابدا. انت ليش زعلان اذا ما بتحبها؟ لا تحكي على روجين لانه ما تفكر بهالشغلات. زعلت لانه انت بتحبه وهي بتحب غيرك، مو هيك؟ عثمان بيحب لروجين، 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 عثمان بيحب. لك ليش ضربته؟ خلينا نهرب. بعدولي. توجعك شي؟ لا ما عم توجعني ابدا.
ما قلت لكم؟ أنا ما ببكي قدام روجين لو شو ما صار.